الحصاد الإخباري لهذا اليوم يأتيكم على الشرقية نيوز، معكم سفيان ثابت وأنا شيرين درويش. أهلا بكم إذا مشاهدينا إلى هذا الحصاد، البداية مع أبرز وأهم العناوين. الأحزاب الإيرانية قلت ما أطلع، هم سوس البلد، هم سوس البلد، هم سوس البلد، هم دمرت الحصاد. التظاهرات الغاضبة تتجدد في ثلاث محافظات وترفع سقف المطالب بتحسين الخدمات إلى اقتلاع أصنام الفساد وشخوصه. احتجاجات الشارع تخاطب أحزاب السلطة بالنار، تطويق مقار الأحزاب في خمس محافظات والحمايات تفتح النار وتخلف 10 جرحى، حالة ثلاثة منهم خطيرة. حركة الملاحة تعود طبيعيا إلى مطار النجف والاتهامات بالتخريب وتحمل مسؤولية الفوضى تهيمن على تصريحات مسؤوليها. عزيزي هم بالكلام الكل يقول بالإصلاح، يجوز بالشكل يريد يغير، بس عمليا عناصر بالجوهر ماكو تغيير. من هذا البعض؟ من يحارب الفساد في العلن يعمل به في الخفاء. رائد فهمي يكشف حقيقة حوارات التحالفات، الفاسدون يرفعون شعارات محاربة الفساد للترويج فقط. قطع خدمة الانترنت في العراق يشل مواقع التواصل فيها، الخدمة تعود متقطعة وشكوك حول تعمد قطع الخدمة بالتزامن مع اعتقاد جدوى التظاهرات. العالم مشغول بالساحرة المستديرة، النهائي كرواتي فرنسي وبلجيكا تحرز المركز الثالث بفوزها على إنجلترا بهدفين دون رد. ونبدأ إذن هذا الحصاد بهذا الخبر العاجل إذن، وحول إجراءات يتخذها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. إذن أولها وأول هذه الإجراءات توجيه حيدر أو السيد حيدر العبادي بحل إدارة مطار النجف الدولي، وأيضا رئيس الوزراء يوجه بتوفير التخصيصات اللازمة لفك اختناقات الكهرباء للمحافظات، وأيضا يوجه بإطلاق درجات وظيفية فورية لاستيعاب العاطلين عن العمل. إذن شيرين، إجراءات جديدة يتخذها رئيس الوزراء العراقي السيد حيدر العبادي. أكيد سفيان، يعني القصد منها هو احتواء التظاهرات، احتواء الغضب الشعبي بعد أن اجتاحت التظاهرات كما رأينا المحافظات الجنوبية، انتقلت إلى بغداد على الفور، قرارات عاجلة وإجراءات حكومية كما ذكرنا لاحتواء هذه التظاهرات. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوجه بحل إدارة مطار النجف الدولي وبتوفير التخصيصات اللازمة أيضا لفك اختناقات الكهرباء للمحافظات، والعبادي كذلك يوجه بإطلاق درجات وظيفية فورية لاستيعاب العاطلين عن العمل، وكنا قد شهدنا بالبصرة 10,000 وظيفة تطرح في إطار هذه الخطة. نعم، إذن مرة أخرى إجراءات جديدة، إجراءات حكومية يتخذها رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي، أهمها وأولها حل إدارة مطار النجف الدولي. ونعلم أن المطار أمس كان هناك يعني تدخلات أو دخول عدد من المتظاهرين إلى أرجاء المطار، وبعض المسؤولين تحدثوا عن عمليات تخريب الداخلة. إضافة إلى ذلك رئيس الوزراء يوجه بتوفير التخصيصات اللازمة لفك اختناقات الكهرباء بمحافظات عدة، وأيضا يوجه بإطلاق درجات وظيفية فورية لاستيعاب العاطلين عن العمل. وكانت هذه طبعا أهم الأسباب التي أدت إلى خروج هذه الحشود الشعبية إلى الشوارع. ونبدأ مشاهدينا هذا الحصاد الذي سيكون مخصص بأجمله للحراك الشعبي القائم والتظاهرات المتجددة الشعبية الغاضبة في ثلاث محافظات عراقية لليوم الثاني على التوالي، مخلفة ما لا يقل عن 10 جرحى. وذكر شهود ومراسلون أن التظاهرات تجددت في النجف التي توجه محتجون فيها من ساحة مجسر العشرين إلى مقار حزبية قبل أن تشرع حماية الأحزاب بفتح النار
لتفريق الحشود ما أسفر عن إصابة 6 متظاهرين، حالة 2 منهم خطيرة. كما تجددت التظاهرات الغاضبة في البصرة مساء السبت قبل أن تشرع حمايات مقار الأحزاب السياسية بفتح النار على محتجين، ما خلف 4 مصابين حالة أحدهم خطيرة. وفي كربلاء أيضا نقلت رويترز عن مصادر محلية قولها إن متظاهرين غاضبين اقتحموا مبنى المحافظة، ما دفع القوات الأمنية لإطلاق النار في الهواء لتفريقهم. نعم هذا، واقتحم متظاهرون غاضبون مكتب حزب الفضيلة جنوبي محافظة باب المرددين شعارات تطالب بمحاسبة الفاسدين. وأضرم المتظاهرون النار في مقر الفضيلة في مدينة القاسم جنوبي باب المرددين شعارات تندد بالفاسدين وتطالب برحيلهم الفوري. وأكد المتظاهرون أن وجود الأحزاب السياسية لا سيما الإسلامية منها في العراق لا فائدة منها. الشعب شنو اللي استفاد من هاي الأحزاب والمكاتب الحزبية؟ هم مستفادين بس هم وجماعتهم مقاربهم، أما المواطن ما مستفاد. فمن حق المواطن أنه هاي الأحزاب زايدة لأنه ما قدمت خدمة في الشيء للناس. تذكر وأحشي لك بصورة عامة، الأحزاب الإسلامية بكل أنواع ما بيها. المواطن يريد في الشيء من الأحزاب، وهم اللي انتخبهم المواطن، فالمفروض يكونون أكثر جدية وأكثر التزام للمواطن. كذلك الحال مشاهدينا في ميسان، إذ اقتحم متظاهرون غاضبون في المحافظة عددا من مقر الأحزاب والتحالفات، من بينها مقر تحالف الفتح في مدينة العمارة، وقاموا بتمزيق جميع البوسترات واللافتات المعلقة على المقر. كما اقتحم المتظاهرون مقر حركة تيار الحكمة في ميسان مرددين شعارات تندد بالفساد والفاسدين. لا لا كما أشعل المتظاهرون الغاضبون النار في مقر كتائب حزب الله في العراق بمحافظة النجف بعد أن اقتحموه ليلة أمس. وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل النيران وهي تلتهم المقر بشكل كامل. حرق نقاط كتائب حزب الله العراق من قبل المتظاهرين، يعتبر المقر قيادة إيرانية في العراق. حرق نقاط كتائب حزب الله العراق من قبل المتظاهرين، يعتبر مقر قيادة إيرانية في العراق. هذا وأضرم محتجون غاضبون في النجف النار بمنزلي رئيس مجلس إدارة مطار النجف فايد الشمري ونائبه جواد الجرعاوي خلال التظاهرات الغاضبة مساء الجمعة. وأظهرت لقطات اشتعال النيران بواجهتي منزلي الشمري والجرعاوي في النجف من دون الإبلاغ عن تسجيل إصابات داخل المنزل. وتتبادل الأوساط الرسمية في النجف الاتهامات بالتقصير وسرقة واردات المطار وأموال المحافظة ومخصصاتها. كهرباء ولا صحة. عمي المسألة، اسمع يا وطن، مسألة وطن. وطن ما اريد كهرباء، اعطيني وطن، اعطيني وطن محترم. جنسيتي صارت اسوأ، ثاني جنسية بالعالم. اعطيني وطني، كل شيء ما اريد منك. ولك اعطيني العراق، ولك العراق سيد العرب، العراق مخ العرب. هسه العراق صار جوار رجلين.
تصاعدت على نحو خطير الاحتجاجات في العراق إذن بعد استشهاد متظاهرين اثنين في محافظة النجف وإصابة 15 آخرين بجروح برصاص القوات الأمنية المسؤولة عن حماية مطار النجف. وقالت مصادر محلية إن القوات الأمنية أطلقت النار مساء أمس على المحتجين الذين اقتحموا مطار النجف لتفريقهم، ما أدى إلى استشهاد الناشطين أحمد شاكر وعلي العذاري وإصابة 15 آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. أقال ناشطون إن أهالي الضحايا يحملون إدارة المطار والحمايات الأمنية المسؤولية الكاملة ويطالبون باتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من أطلق النار الحي ضد أبنائهم المتظاهرين وحرض على قتلهم. هذا واستؤنفت الحركة طبيعيا في مطار النجف الدولي لاستقبال الرحلات الجوية اليوم بعد توقفه نتيجة اقتحامه من قبل مئات من المتظاهرين الغاضبين. وأرسلت سلطة الطيران المدني فريقا مختص إلى مطار النجف الدولي للكشف عن جاهزيته لإعادة التشغيل خلال الساعات المقبلة بعد اقتحامه أمس الجمعة من قبل متظاهرين. وقال رئيس سلطة الطيران المدني علي خليل إنهم بانتظار تسلم التقرير النهائي بهذا الشأن ورفعه للجهات المعنية بوزارة النقل لإعادة المطار إلى الملاحة الجوية الداخلية والعالمية، منوها إلى أن إعادة المطار للملاحة سيكون حال التأكد من الاستعداد التشغيلي له من الناحية الفنية والأمنية وفق المعايير المطلوبة. وأضاف خليل أن التقارير الأولية تشير إلى أن مطار النجف لم يتأثر فنيا وتشغيليا، إذ كانت الأضرار التي لحقت به مادية بسيطة وحدثت ببعض المرافق. من جهته اتهم جواد القرعاوي نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف محافظها لؤي الياسري بالتقصير المتعمد في منع اقتحام مخربين مطار النجف باعتباره المسؤول الأمني الأول في المحافظة. وقال القرعاوي للشرقية نيوز إن الياسري قام بمنع الموظفين من دخول المطار لترميمه، بينما لم يحرك ساكنا بمنع من سماهم المخربين من اقتحام المطار. أمس بعد تخريب مطار النجف من قبل مجموعة من المخربين، قام بمنع موظفي المطار ومجلس إدارة المطار، منعهم من دخول المطار كي يؤدوا أعمالهم ويحاولوا ترميم ما موجود بالمطار. ومجموعة من الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة الذي كانوا داخل المطار هم الذي قاموا بتهيئة وتعديل المطار وتصليح الأجهزة العاطلة الممكن تصليحها. أما محافظ النجف لم يقدم ولم يحرك ساكن بمنع المجموعة التي تخربت المطار، ولكنه أصبح بطلا عند منعه إدارة وموظفي المطار. فأين هذه البطولة؟ أين كانت هذه البطولة في عدم التصدي لحماية منشأة حيوية بمحافظة النجف والعراق، خاصة وهو المسؤول الأمن الأول على المحافظة؟ نستمر مشاهدينا في ملف النجف، إذ أعلن في إيران عن تغيير مسار رحلات الطيران المتجهة من مشهد إلى النجف حتى إشعار آخر بعد ساعات من خروج تظاهرات حاشدة في المحافظة وإضرام النار بعدد من المقار الحزبية ومنازل مسؤولين. ونقلت وكالة إرنا عن مدير العلاقات في مطار مشهد حسن جعفري قوله إن الرحلات المتجهة من مشهد إلى النجف تم تغيير مسار إلى بغداد حتى إشعار آخر. حصاد مستمر من الشرقية نيوز.
احتجاجات الشارع تخاطب أحزاب السلطة بالنار، تطويق مقار الأحزاب في 5 محافظات عراقية، والحمايات تفتح النار وتخلف 10 جرحى، حالة 3 منهم خطيرة. حركة الملاحة تعود طبيعيا إلى مطار النجف، والاتهامات بالتخريب وتحمل مسؤولية الفوضى تهيمن على تصريحات مسؤوليها. السيد أحمد موفق الناشط الحقوقي من النجف، أهلا بك سيد أحمد. إذا دعنا نبدأ أولا بربما تقييمك للوضع اليوم في النجف. أخي العزيز، الوضع حاليا بالنجف أنه متأزم ونحو الأسوأ، هذا اللي جاي نشوفه الوقت الحالي واللي نتمسه من ناحية الوضع. أما بالنسبة لكل هاي السالفة اللي صارت وكل هاي المظاهرة، أكو مسألة أحب أنه أنقلها عبر شاشتكم للوضع اللي صار كله. احتمال أنه أكو ناس هواي ما جاي تفهم العملية شلون صارت، وبالمناسبة أنه تم انقطاع التيار، العفو، تم قطاع الانترنت بشكل عام محافظات العراق، مما ادى الى انه الناس صارت تفهم كل من بشكل، كل من بصوره اللي هو يحب يرسمها. على كل، احنا قبل كم يوم هذا الموضوع كان موجود، انه موضوع المظاهرات. ليش؟ سببها الكهرباء. الكهرباء صار انقطاعها 4 ساعات بساعتين تحضر. 4 ساعات بساعتين، ودرجة الحرارة ما يقارب أكثر من 50 درجة مئوية. اتصور أنت شنو الانهيار الجاي يصير عند الإنسان بهاي الانقطاع كل اللي جاي يصير. ثار هذا الشيء كل الناس الموجودة خاصة محافظة النجف. صرنا أنه قعدنا بغرفة محامين النجف، احنا وأخوتنا المحامين، وصرنا داعمين المن للتظاهر، وصار حديث وصار اتفاق على انه نطلع يوم الجمعة. من هذا الشيء التمسنا انه المراجع كانت مؤيدة، بما فيها المحافظ كان همات مؤيد المن للمظاهرة. ليش؟ لان طلع قبل يومين صرح قال يابا انا زرت السيطرة التابعة لتوزيع الكهرباء وكانت حصتنا مو صحيحة وبيها مجاملة، وادعو وزارة الكهرباء انه شوف حل الأزمة هاي اللي جاي يصير بيها. في حالة عدم وجود حل للأزمة راح هو يظهر ويا الشارع، يعني للمظاهرة. فعلا طلعنا من مجسرات ثورة 20، تظاهرنا بكل احترام، وكان هي المظاهرة كلها سلمية، متعارف على انه اكو بس مطالب بالحقوق اللي هي ابسط شيء هي الكهرباء. مجسرات ثورة 20 وقفنا بيها من الساعة بالأربعة الى حدود الساعة اكثر من 6:30 العصر. ما حد اجاك ولا واحد انه وصل لك قال لك يا بش رايد، من الحكومة اقصد انا طبعا، المسؤولين، ولا واحد عبر الناس هاي الواقفة. طبعا الناس ما كانت لا عشرات ولا مئات، الناس كانت بالالاف. اتجمهرت هاي الناس، شافت انه اكو استحقار من هاي الحكومة اللي هي تحكم محافظة النجف، خلينا نقول بالذات. خلى الناس انه شوف هذا الموقف انه مو من جانبهم، توجهوا وين؟ قال لك خل اروح اشوف، يعني اشوف لي مؤسسه حكوميه، خل تحكي وياي شوفني ليش هالاستحقار هذا اللي صاير. صار التوجه نص مجلس المحافظه، باعتبار انه مجلس المحافظه ما راح كل العدد، لان مجلس المحافظه يوم جمعه وما كانت موجوده به كل موظفيها. طلعت الناس المطار باعتبار انه المطار جهه رسمية، دائرة حكومية تمارس عملها بالوقت الحالي. فعلا وقفت الناس بباب المطار، جمهرت اللي هو يسولف، اللي يسولف عضو مجلس المحافظة، عفوا عضو مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة جواد القرعاوي، هو أصلا ما كان بالمطار موجود. هو لو فعلا أنه كان حريص على المطار كان وجوده واجب يعني في ذيك اللحظات. نعم. لقينا قائد الشرطة، لقينا الطوارئ، لقينا الجهات الأمنية كلها واقفة. صار حديث وياهم، يابا احنا نريد شخص يطلع لنا او لا. يجينا شخص مو من المطار. طيب. انت المطار من يوم اللي صار ولحد هاي الساعه انه المطار معرض للكلام بالفساد، وفعلا ابناء محافظه النجف ما شافت شيء
سيد من أحمد المطار. نحن كل واردات نحن المطار. بحاجة الآن ل يعني معلومات أكثر تحركات. يعني أنت شرحت لنا وتحدثت يعني عن ما جرى، ولكن يبدو أننا الآن لدينا قضية أهم. هناك متظاهرين اثنين استشهدا في النجف، نسميهم نحن في الإعلام شهداء الكلمة الحرة، شهداء الحرية. يعني ما هو الموقف بالنسبة لهؤلاء الشهيدين، وهل تستحق أن هذه المطالب يعني تستحق زرف خيرة شباب النجف وقتل وإسالة دماء أبرياء؟ ست الغالية، أنا جيت أنه جيت مسلسل بكلام هو جايك لهذا الموضوع اللي تقصديه، بس ما توصيتيني أنا راح أجاوبك. الموضوع اللي صار من دخلنا المطار وطالبنا أشخاص أنه يجون المسؤولين في سبيل أنه يصير تفاهم وياهم بأبسط شيء اللي هو حقنا الكهرباء، أريد نفهم موضوعها. الناس انتهت من سالفة موضوع الكهرباء. هاي العملية من صارت اطلع من هو جوال القرعاوي عبر قناتكم صرح أنه وصف المتظاهرين بالتخريب، وصفهم بالإرهاب، وصفهم ما أعرف كل الأساليب اللي هي السلبية. هذا ثار فتنة، أشعل هاي الشرارة اللي هي كان من المفروض أنه تنطفي. الناس منهارة مما خلى أنه المتظاهرين ينقسمون تصرفاتهم بأساليبهم، صار أنه شيء شخصي. هذا يعني الموضوع اللي ترى اللي صار. طيب سيد أحمد، يعني هل لنا أن نسألك اليوم عن سقف مطالبكم اليوم كحقوقيين؟ بلي، احنا بالنسبة لنا حقوقيين، لكن من انه احنا من ضمن المحافظة، يعني نمارس عملنا بالمحكمة مجرد سقف زمني بسيط ساعات، لكن احنا بالاحتكاك ويا ابنائنا ويا ناسنا ويا وضعنا ويا خدماتنا. فبالاخر انه احنا الحقوقيين كل احنا مؤيدين الابسط الحقوق اللي هي جاي طالبها ابنائنا، واحنا جاي نطالبها ايضا. نعم. وهذا الشيء متفق عليه بغرفة نقابة المحامين قبل يوم الخميس، يعني كان انه يوم خميس دوام رسمي، وبعدها ثاني يوم انه الجمعة وصارت المظاهرة، وكل المحامين اغلبهم كانوا حاضرين بالمظاهرات، ما يقارب اكثر من يعني 50 محامي موجود في وقتها يعني. طيب، يعني بغض النظر عن المطالب الحقوقية، يعني أردنقل يعني نعم، يعني لو وسعنا الدائرة أكثر، لو وسعناها من مطالب الحقوقيين يعني أنه سيد أحمد، وصارت العملية أنه كلام مو صحيح. نعم، أنت هنا لتوضح لنا. أنا ما سمعت، أشوف أنه جاءت 20 بس هل أتراجع؟ طيب، ما جاء سمعت. سأعطيك كل الوقت لتتحدث به ما تريد. أنت هنا موجود لتتحدث أصلا وتوضح يعني رد فعل الشارع ما يجري. تسمعني الآن؟ طبعا، جدا جزيل. طيب، من عندكم جزيل الشكر على هالموقف هذا المشرف. طيب، يعني سيد أحمد، دائما الشرقية تنزاح إلى وتنحاز إلى المواطن العراقي، إلى الشارع، ولكن في ذات الوقت توجه لكم اتهامات بأنكم ترفعون سقف المطالب. لا أتحدث كحقوقيين، كناشطين، ترفعون سقف المطالب كثيرا، المطالب تعجيزية، تطالبون بحل الحكومة، حل البرلمان، اقتلاع الفساد. ما هو ردكم؟ ستنا الغالية، يعني هو أكو شيء أنه بالعقل رب العالمين أنه الناس تأبده ومتمسكة بالعبادة بالعقل، ما حد شاف رب العالمين وظلوا أنه متمسكين به. العقل جاي يقول درجة الحرارة فوق 50، أطفال الكهرباء تنقطع 4 ساعات تجي ساعتين، ومرات الساعتين ما هي ليش، يعني يصير خلل بالكهرباء من كثر الضغط والحرارة، يروح اليوم كله على الدنيا، على الناس كلها يروح الكهرباء. انثارت الناس، تعبت الناس، الشطوط مالتنا جفت،
ماي ماكو، كهرباء ماكو، شنو هال يعني شنو هالدجل هذا اللي عايشين به هاي الناس ومستحقرينه مستحقرينه. هذا اللي جاي يعني انه يحس بالنفس، شنو هيك مستجبنين انتو؟ شكرا لك على هذه المشاركة أحمد موفق الناشط الحقوقي من النجف. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. العبادي يتخذ سلسلة إجراءات فورية لاحتواء التظاهرات، أهمها حل إدارة مطار النجف وإطلاق التخصيصات للبصرة وزيادة الإطلاقات المائية للبصرة وذيقار والمثنى والديوانية. اتخذ إذن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سلسلة إجراءات لاحتواء أزمة التظاهرات التي اجتاحت المحافظات الجنوبية للبلاد، ووجه العبادي بحل إدارة مطار النجف الدولي، كما أصدر قرارا بإطلاق تخصيصات إلى محافظة البصرة بقيمة 3.5 تريليون دينار فورا، ووجه باستخدام التخصيصات اللازمة المعطلة لمحافظة البصرة لتحلية المياه وفك اختناقات في شبكة الكهرباء وتوفير الخدمات اللازمة. أيضا وجه العبادي بزيادة الإطلاقات المائية وبالأخص إنصاف محافظات البصرة، ذيقار، المثنى وديوانية لوقوعها جنوب الأنهر، ووجه رئيس الوزراء بإطلاق درجات وظيفية فورية لاستيعاب العاطلين عن العمل وفق نظام عادل بعيدا عن المحسوبية، كما وجه بتوسيع وتسريع آفاق الاستثمار للبناء في قطاعات السكن والخدمات وكذلك المدارس. وتظاهر المئات من أبناء البصرة أمام مبنى ديوان المحافظة مرددين شعارات تندد بالتدخلات الإيرانية في العراق بشكل عام وفي البصرة تحديدا، وأكد المتظاهرون أن ما تعانيه المحافظة من انعدام في الخدمات وتفشي البطالة سببه الفساد المستشري، مطالبين في الوقت نفسه من خلال شعارات رفعوها خلال احتجاجاتهم بالخروج الإيراني من العراق. بصرة خير.
هذا وتظاهر المئات من أهل البصرة أمام حق المجنون مطالبين بتوفير فرص العمل للعاطلين وتوفير الخدمات ومياه الشرب والكهرباء واستبدال العمالة الأجنبية بالعراقية. وخرج العشرات من أبناء عشائر المياح وهور السعد ومزرعة والشرش والبوبساري في تجمعات على الطريق إلى الحقل مطالبين برفع الظلم عن أبناء المحافظة ومشيرين إلى أن الشركات النفطية تكسب ملايين الدولارات في حين أن المواطن العراقي لم يستفد من أرباح النفط بسبب المحسوبية وسطوة الفاسدين. كما ذكرت شرطة نفط البصرة بأنها اعتقلت 25 شخصا قاموا بالدخول للاستعلامات الرئيسية لشركة نفط الجنوب وقاموا بتخريبها بالإضافة إلى حرق بعض الآليات الموجودة أمام الشركة. ووصل محتجون قطع الطريق البري إلى ميناء أم قصر غربي مدينة البصرة احتجاجا على عدم تنفيذ مطالب المتظاهرين بتوفير فرص العمل للعاطلين وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية. وأظهر مقطع فيديو تكدس مئات السيارات المحملة بالبضائع وهي متوقفة في طوابير طويلة جدا بانتظار السماح لها بدخول الميناء، كما تنظر شاحنات أخرى أو تنتظر شاحنات أخرى داخله وهي محملة بمختلف المواد. كما أغلق مئات المتظاهرين الغاضبين منفذ صفوان الحدودي مع الكويت في محافظة البصرة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين. وأظهرت صور سيطرة المتظاهرين على المنفذ بشكل كامل مرددين شعارات تطالب بمحاسبة جميع الفاسدين ومستغلي المال العام، كما طالبوا بتحسين الخدمات في ناحية صفوان وتخصيص جزء من إيرادات المنفذ الحدودي لهذا الغرض وتوفير فرص عمل وافتتاح مكتب حكومي لتشغيل العاطلين في الناحية. وكانت صحيفة الأنباء الكويتية ذكرت عن إغلاق الحدود مع العراق ووضع القوات في المنطقة الشمالية في حالة الاستنفار القصوى بسبب تطورات الأوضاع في العراق. ويبحث وفد من التيار الصدري وصل البصرة صباح السبت نقل مطالبات المتظاهرين على خلفية الأحداث والتظاهرات التي تشهدها المحافظة منذ يوم الأحد الماضي. وأشار رئيس الوفد ضياء الشوكي إلى أنه تسلم مطالب المتظاهرين وشيوخ العشائر وسينقلها إلى زعيم التيار الصدري، مؤكدا اهتمام الأخير بالتظاهرات التي انطلقت في البصرة والمحافظات الأخرى ويشدد على سلميتها لتحقيق جميع المطالب. ونبقى في البصرة إذ نقلت رويترز عن مصادر بالمخابرات العسكرية ووزارة الدفاع العراقية وضع قوات الأمن في حالة تأهب قصوى إثر التظاهرات التي اجتاحت محافظات الجنوب، وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى محافظة البصرة لحفظ الأمن والنظام. وكشف قائد شرطة المحافظة اللواء الركن جاسم السعدي أن القوات التي ستصل للبصرة والمتمثلة بتسعة أفواج، ستة منها من فرقة الرد السريع وثلاثة من جهاز مكافحة الإرهاب، ستكون مهمتها حماية الأهداف الحيوية في المحافظة كالحقول النفطية والموانئ والمنافذ الحدودية والمصارف والمؤسسات والمواقع الحيوية التي قد يؤثر استهدافها على اقتصاد العراق بشكل كامل.
الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. حركة الملاحة تعود طبيعيا إلى مطار النجف والاتهامات بالتخريب وتحمل مسؤولية الفوضى تهيمن على تصريحات مسؤوليها. إذن مشاهدينا للوقوف على كل التطورات القائمة في النجف ينضم إلينا مباشرة محافظ النجف عبر الهاتف السيد لؤي الياسري. أهلا بكم سيد لؤي. قبل أن أتحدث عن مطار النجف أريد أن أبدأ معك من ما صرح به العبادي، إجراءات سريعة يتخذها رئيس الوزراء لاحتواء التظاهرات أهمها حل إدارة مطار النجف، كيف تنظرون إلى هذا الإجراء؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية طيبة لكم والجميع السيدات والسادة مشاهدي قناتكم الكريمة. بالتأكيد يعني أنا سمعنا الأخبار وأيضا لاحظنا الأخبار اللي وردت اليوم من بغداد، يعني تصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء والخاصة منها بقضية مطار النجف وحل مجلس إدارة المطار فورا. وأنا أكو كتاب سابق أيضا بهذا الخصوص وأكو شكوى قضائية، وأيضا المحافظة أقامت شكوى يعني في محكمة تحقيق النجف على رئيس وأعضاء مجلس إدارة مطار النجف. طيب سيد لؤي، يعني فيما يخص أسباب ربما هذا القرار وهذا الإجراء والتوجيه بحل مجلس إدارة المطار، برأيك ما الأسباب؟ يعني هل هي ربما استشهاد اثنين من المتظاهرين، ولا يكفي هذا السبب فعلا لاتخاذ مثل هذا الإجراء برأيك؟ لا بالتأكيد هو فد إجراء جيد، يعني احنا يعني راح نباشر باستلام مطار النجف من الإدارة، راح نتخذ الإجراءات القانونية بحق رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حال امتناع عن الخروج من المطار، وراح نطبق قرارات مجلس المحافظة وكذلك أمر السيد رئيس مجلس الوزراء. طيب بالتأكيد أنت سمعت يمكن خروج المتظاهرين أغلبهم كان على مطار النجف، وكان مطلب جماهيري كبير جدا، لذلك احنا راح ننفذ هذا الموضوع. طيب سنتحدث الآن ونتوقف أكثر عن يعني مطار النجف والاتهامات المتبادلة بين المسؤولين. بالمناسبة جواد القرعاوي يتهمكم بأنك يعني بما أنك الرئيس في اللجنة الأمنية بأنك مسؤول عن الفوضى الجارية في مطار النجف وأنك لم تحرك ساكنا. لا هذا الكلام غير صحيح، وأولا عاري عن الصحة، يعني هو الأخ جواد القرعاوي ليس مسؤول حتى يصرح، هو أيضا مقال بكتاب من مجلس المحافظة وما من صلاحيته يصرح أصلا، فمو رجل مخول بالتصريح حتى يصرح. نعم إحنا صار يوم أمس أكو إشكال حقيقي وأكو خلل بعمل الأجهزة الأمنية، هذا وضحناه، ولكن تم تدارك الموضوع بحضور قائد عمليات منطقة الفرات الأوسط وأيضا فوج المكافحة الإرهاب، وتم إخراج المتظاهرين وأيضا مسك بوابات المطار بقوة كاملة، يعني والآن الوضع جدا طبيعي في محيط مطار النجف وداخل المطار أيضا. نعم. طيب هذا سيد لؤي عن المطار، ماذا عن المحافظة مجملا؟ ما الوضع، كيف تقيمه؟ اليوم الوضع طبيعي، نعم خرج التظاهرات عندنا في محافظة النجف، يعني في قضاء النجف تظاهرات في ساحة ثورة 20 حاولوا يقربوا المتظاهرين. اليوم حقيقة وجهنا وشددنا بالإجراءات، وجهنا مديرية الشرطة بعدم السماح للمتظاهرين بالحركة في الشوارع العامة، يتجمعون في مكان واحد ويطالبون بحقوقهم ويظاهرون تظاهرة سلمية، لا مثل ما صار يوم أمس للأسف الشديد التظاهرات السلمية اللي كانت موجودة وخروج الناس حتى تطالب بحقوقها، يعني كم شخص أخل الموضوع وسبب لنا إرباك في المحافظة من خلال العبث بممتلكات الدولة وكذلك حرق بعض الدور، هذا غير مقبول نهائيا، وأيضا خط أحمر، وبلغنا للأجهزة الأمنية وهناك تحقيق جاري لازال في مديرية شرطة النجف، وتم التعرف على الشخصيات والأشخاص الذين قاموا بهذه الأعمال التخريبية. طيب هل تتخوفون سيد لؤي من يعني انتقال شرارة التظاهرات للمحافظات الأخرى التي ربما تتبعكم مرجعيا؟ والله بالتأكيد، يعني اليوم في كربلاء أيضا أكو تظاهرات، كانت في العمارة يوم أمس، في الناصرية، في الكوت، في البصرة، في أغلب المحافظات تظاهرات. طبعا شيء حق مطلب جماهير التظاهرات وايضا مطلب دستوري، واحنا نحترمه ونوفر كل الاجراءات الممكنه اللي نقدر نوفرها من حمايه للمتظاهرين، هذا قائمين به منذ اشهر عندما تطلع اي مظاهره، لكن عندما تخرج المظاهره
عن المألوف وعن إطار التظاهرة السلمية بالتأكيد راح تكون أكو إجراءات من قبل الأجهزة الأمنية. نعم، طيب سيد وي، يعني هل اليوم أنتم تحاولون القيام على الأقل بحوار مع هؤلاء المتظاهرين أو ممثلين عن هؤلاء المحتجين؟ يعني الأمور على ما يبدو تذهب باتجاه التصعيد أكثر فأكثر. لا بالعكس، الأمور تذهب باتجاه التهدئة. عندنا بالنجف احنا نحترم آراء المواطنين وخاصة المواطن النجفي محل احتراف وتقدير، وأخذنا مطالب البعض منهم أيضا. أنا يمكن كنت قبل قليل على اتصال مع السيد رئيس مجلس الوزراء، ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بكثير جملة من الحلول، وأيضا سوف نشكل وفد من المحافظة من وجهاء المحافظة وأبناء المحافظة والذهاب واللقاء إلى بدولة رئيس الوزراء للاستماع وحل مشاكل النجف بصورة عامة. النجف مهمة جدا، محافظة مقدسة، محافظة فيها مركز الإمام علي عليه السلام ومدينة المراجع والحوزة العلمية، وكثير من ضيوف العراق من خارج العراق ومن داخله يأتون إلى النجف. لذلك يجب أن نحافظ على النجف، وأيضا هذه وصيتنا لأبناء المحافظة، المحافظة على استقرار هذه المحافظة. السيد وائل ياسري محافظ النجف، شكرا لك. لكن هو سوء إدارة، هو عدم أهلية الأحزاب السياسية اللي تحكم في بغداد واللي تحكم في البصرة، حتى الحكومة المحلية في البصرة عدم أهليتها في إدارة البلد، ربما هو يفضي إلى مثل هذه النتائج. من خلال منبركم رجال الدين ومنها الحوزة العلمية أن تقف مع الشعب البصري، لأنه اليوم هذه المعاناة لا يمكن السكوت عنها، وصل إلى درجة أنه ماء المالح عن الحقيقة، حتى يجل السامع الحيوان لا يستطيع أنه يواجه هذه المياه المالحة، كيف وللإنسان؟ إضافة إلى هناك انهيار بالمؤسسات الصحية. لم تصادق وزارة التخطيط على المشاريع التي صادقها مجلس المحافظة، التي جزء منها هي يحل مشاكل الماء مثلا الآن اللي يطلبها المواطن، بالتالي المسؤولية تضامنية على الكل تقع. الآن الشهر السابع الناس تنتفض، واجي أني أنطيها حقن مسكنات وأسكتها شهر 15 يوم وتنتهي وتروح قضية وصل 14 يوم. البصرة ما ممكن تقول أنه محافظة بها دولة أو بها مؤسسات دولة ممكن يدير هذه المحافظة، لأنه ما في شيء يدل على أن هناك دور لمؤسسات دولة، لا كهرباء، لا ماء، لا استقرار، لا أمن، خطف، قتل، بطالة، فوضى عارمة، تجاوزات أصبحت بمئات الآلاف على أراضي المواطنين والدولة، وبالتالي هذا وضع البصرة. يعني أنا أدعو الشباب من هذا المنبر الشريف أن تكون مظاهراتهم سلمية، أن لا يمطون لزمة على نفسهم حقيقة، وأدعو أيضا القوات الأمنية أن تحمي هؤلاء الشباب، أن تحمي الشعب العراقي. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. الأحزاب الإيرانية قلت ما أقطع، هم سوس البلد، هم سوس البلد، هم سوس البلد، هم ضربت الحصاد. التظاهرات الغاضبة تتجدد في ثلاث محافظات وترفع سقف المطالب بتحسين الخدمات إلى اقتلاع أصنام الفساد وشخوصه. عزيزي هم بالكلام الكل يقول بالإصلاح، يجوز بالشكل يريد يغير، بس عمليا عناصر بالجوهر ماكو تغيير. منو هذا البعض؟ من يحارب الفساد في العلن يعمل به في الخفاء. رائد فهمي يكشف حقيقة حوارات التحالفات، الفاسدون يرفعون شعارات محاربة الفساد للترويج فقط. الإنترنت في العراق يشل مواقع التواصل فيها الخدمة تعود متقطعة، وشكوك حول تعمد قطع الخدمة بتزامن مع اعتقاد جذوة التظاهرات. حول التظاهرات دائما في العراق ينضم إلينا سيد ذو الفقار حسين الناشط من بغداد. أهلا بك سيد ذو الفقار. إذا تجدد التظاهرات في مدن ومحافظات عدة في العراق، يعني هل أنتم لا تخشون اليوم كناشطين عدم استقرار في البلاد وفي هذه المحافظات تحديدا؟ تحية لكما ولجمهور قناة الشرقية الكرام. سيدي العزيز، دعنا نوضح هذه النقاط المهمة
اليوم العراق ينتفض، العراق الشارع العراقي يتحرك. الموضوع عملية حصر الحركة بأنه عملية خدماتية مخصوصة في مجال الكهرباء أو بعض الخدمات الأخرى، هذا شيء خارج عن الحقيقة. العراق على مدى 15 سنة يعاني الأمرين، يعاني الفساد وانتهاك حقوق الإنسان وضياع الكرامة والعديد من المآسي التي مر بها العراق والحروب الطائفية العديد. المواطن العراقي وصل إلى مرحلة أنه غير قادر على أن يتقبل هذا النظام، هذا النظام أصبح عبء على المواطن العراقي، انتهك حقوق الإنسان، انتهك كرامة الإنسان، سرق أموال المواطن العراقي. كل هذا لا يمكن حصره بمسألة الكهرباء. فعلا أنه الكهرباء هي جزء من المنظومة الخدماتية التي يفتقر لها المواطن العراقي، واللي هي هاي أبسط الحقوق، لا تكاد تحولت إلى أمنيات في العراق، الحقوق تحولت إلى أمنيات. سيدي العزيز، اليوم علينا أن ننظر إلى أن الشارع العراقي قد أصبح واعي ومدرك لما يحدث، أن الطبقة السياسية فاقدة للأهلية وغير مدركة لما يحدث في الشارع، غير مدركة لما وصل إليه المواطن العراقي من فقر وجوع وجهل ومرض. كل هذا أصبح بعيد عن الطبقة السياسية. اليوم نحن ننظر إلى أن هذا التحرك وتحرك الشارع العراقي هذا تحرك بناء جدا، عملية وصفهم بأوصاف غير لائقة، بعضهم يخرج ويقول هؤلاء فلول البعث، والبعض الآخر يقول مجاميع إرهابية، ومن يقول أنهم مجاميع غير منضبطة. هذا الشارع العراقي، هذا المواطن العراقي ومن تكلم عنه بهذه الصفة فهو خارج عن القانون، وهو من يمثل البعث، وهو من يمثل داعش. المواطن العراقي هو صاحب الحق الأعلى، هو صاحب القرار الأعلى، فمن حاول أن يكون خارج سلطة المواطن العراقي فعليه أن يتحمل مسؤولية هذا الوضع. الدولة العراقية على مدى 15 سنة الماضية كانت دولة مبنية على أساس الأحزاب، الأحزاب بنت أوكارها وبنت كياناتها على أموال ودماء الشعب العراقي. الشعب العراقي على مدى 15 سنة يستنزف أمواله وأبناءه ودماء أبنائه دفاعا عن كيانات هذه الأحزاب. اليوم نحن في أمام مواجهة كبيرة، العراق يجب أن يتحول إلى دولة حقيقية. نحن نكاد لا نكون دولة، الدولة هي عبارة عن مجموعة خدمات، الدولة لها وظائف محدودة، الدولة توفر الأمن والخدمات، والوظيفتين غير متوفرات في الدولة العراقية، لا يوجد أمن ولا يوجد خدمات. إذن عن ماذا نتكلم؟ عن أي دولة نتكلم؟ عن أي أحزاب نتكلم؟ الدولة التي تدار بهذه الطريقة تدار بطريقة ردة الفعل. اليوم الوعود التي تطرح على المتظاهرين سنقوم، سنفعل، سنعطي، كل هذا يدل على أنها العملية هي عبارة عن مجرد تخدير للشارع العراقي بانتظار أنه تغير الجو قليلا أو انخفاض في درجات الحرارة، فبالتالي تنخفض معه نسبة المطالب. هذا لن يحدث. قد أكون سباق في نقل بعض المعلومات البسيطة. اليوم الشارع العراقي بدأت عملية التظاهر فيه تنتقل من محافظة إلى أخرى، وبغداد ستكون القمة في هذا الموضوع. قريبا ستكون بغداد هي قمة الحدث، وهذا شيء مؤكد. بغداد هي مركز صنع القرار، وستكون أكبر تظاهر يشهد العراق ستكون في بغداد. عملية وصف المتظاهرين بالمخربين وأنه سيد ذو الفقار، يعني بالتأكيد مطالب الشارع العراقي هي مطالب مشروعة ومكفولة. نعم. ولكن يعني أود أن أطرح فكرة أتساءل عنها، ألا تتخوفون من جر العراق لفوضى؟ والأمثلة كثيرة ومجاورة لكم، يعني بعض الشعوب قامت تريد حرية، تريد تحسين الوضع، ودمرت بلادها عن بكرة أبيها، فألا تخشون على العراق من فوضى أمنية كما هو الحاصل الآن فيه من فوضى سياسية؟ أختي العزيزة، كلام حضرتك سليم ويتوجه في نقاط واضحة، وهذا بعيد جدا عن الواقع العراقي لسبب بسيط جدا. نحن المؤسسات العراقية، المؤسسة الأمنية العسكرية العراقية متواجدة ولن يحدث لها أي تغيير، هذا شيء واضح. المسألة المهم كل هذا أنه المتظاهرون سلميون ولا يطمحون إلى تفتيت الدولة أو زوالها أو إخفاء. نحن نطالب بالقضاء على الفساد، نطالب بصناعة دولة حقيقية. هذه الدولة الحقيقية يجب أن تبنى على أساس المؤسساتية وليس على أساس الأحزاب. عملية
تشبيه الواقع العراقي بما حدث في بعض الدول المجاورة أن الانهيار قد يحدث، وتخويف المواطن من أنه تبعات هذا الحدث قد تؤدي إلى انهيار كبير. أنا رافض لهذه الفكرة قطعيا، وأن الواقع العراقي لا يشابه كل ما حدث في ذلك. المواطن العراقي مواطن واعي وفاهم لما حدث، ويطالب بمطالب محددة وواضحة، القضاء على الفساد، دولة حقيقية، المؤسسة العسكرية ضامنة لما يحدث في العراق. وتلاحظون جنابكم أنه كل ما حدث خلال الأيام الماضية لم يحدث تماس بين المؤسسة العسكرية وبين المواطن العراقي، بالعكس كانت العلاقة جيدة ووطيدة وبل تكاد تكون مثالية. هذا يدل على أنه العراق لن يخرج عن السيطرة ولن يكون هناك شيء خارج عن المألوف، بالعكس أنه هذا التحرك الجماهيري واندفاع الناس نحو رفض مؤسسات الفساد ورفض الأحكام التي تدار بها الدولة العراقية، أحكام الفشل والفساد وأنصاف المتعلمين، بل الأميين وليس أنصاف المتعلمين، هؤلاء مجموعة الجهل التي تسلطوا على الدولة العراقية على مدى 15 سنة، الذين أوصلوا البلاد إلى ما هي عليه الآن من فقر وجهل وانعدام لكل شيء. هذا يدل على أن المواطن العراقي أصبح واعي ومدرك أن هذه الطبقة غير منصفة وغير قادرة على تقديم الحلول، لا يمكن أن يكون جزء من المشكلة هو جزء من الحل. اليوم الأحزاب كانت جزء من، ليس جزء وإنما هي المشكلة الحقيقية لهذا البلد. اليوم الأحزاب أفنت الدولة العراقية. دعنا يا أختي العزيزة الفاضلة أوضح نقطة رئيسية، الأمريكان عند دخولهم إلى العراق في 2003 أسقطوا النظام، لكن أحزاب السلطة أسقطت الدولة، الدولة هيبة الدولة قد انهارت. نحن نبحث عن دولة حقيقية يكون فيها المواطن العراقي هو الغاية والقيمة العليا في هذه الدولة، عليها أن يكون كل ما موجود في هذه الدولة هو مسخر لخدمة هذا المواطن، ليس على مبدأ طائفته وحزبه وعقيدته وقوميته وانتمائه لهذه الجهة أو تلك الجهة. علينا أن نكون مواطنين فقط، هذا ما يبحث عنه المواطن العراقي حاليا. أما فكرة الأحزاب في عملية تقديم حلول ترقيعية، يعني حقيقة نوبات تكون الجمل مضحكة عندما يظهر وزير أو مسؤول معين ويقول سنعالج مشكلة المياه في البصرة، عبارة عن تناكر تفتر على بيوت الطمي. زين أنت 15 سنة ما عالجت المشكلة، هسه طلع تناكر تفر مي على أهل البصرة، يحل مشكلة الكهرباء أنه راح نبني محطة، زين يحل مشكلة يعني هاي الحلول، ما أعرف هاي الطريقة العبقرية لإدارة الدولة منين يجيبوا هاي الناس الأفذاذ ذولا اللي يدورون هذه المسألة. هذا البلد العظيم، هذا بلد التاريخ، بلد العباقرة، الديرة مجموعة من الجهلة، يعني هاي كارثة عظيمة. اليوم نحن في مفترق طرق، إما أن نكون دولة حقيقية يشار لها بالبنان والشعب العراقي قادر على أن يصنع دولة تضاهي قمة دول العالم، نحن نمتلك الخبرات والكفاءة والموارد وكل ما يؤهلنا لأن نكون دولة في مقدمة دول العالم، لكن هذه الأحزاب وهذه الطبقة السياسية الفاسدة جعلت من العراق في ذيل العالم. شكرا لك على هذا اللقاء الناشط ذو الفقار حسين من بغداد. بس شلون تقبل على غيتك تجيب حكومة لا شرعية باطلة 80% من الشعب قاطعها والباقي تزورت واحتلكت؟ يعني معناته هذه الحكومة باطلة. دوم نقف كناشطين ومثقفين وأكاديميين أمام ساحة التحرير لتغيير هؤلاء الفاسدين. في هذا الموضوع المحافظات بدأت تنتفض، الحكومة العراقية في وادي والشعب في وادي آخر، علينا أن نعي المرحلة وأن نتكاتف ونتعاضد سوية كمواطنين من أجل إيقاف هذه المفاسد. مدين باطل الحرامية، اذهب يا شعب نكون شعلية، اسم الدين باطل الحرامية. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. عزيزي هم بالكلام الكل يقول بالإصلاح، يجوز بالشكل يريد يغير، بس عمليا عناصر بالجوهر ماكو تغيير. من هذا البعض؟ من يحارب الفساد في العلن يعمل به في الخفاء. رائد فهمي يكشف حقيقة حوارات التحالفات، الفاسدون يرفعون شعارات محاربة الفساد للترويج فقط. العبادي يتخذ سلسلة إجراءات فورية لاحتواء التظاهرات، أهمها حل إدارة مطار النجف وإطلاق التخصيصات للبصرة وزيادة الإطلاقات المائية في البصرة، ذي قار، المثنى والديوانية.
أصدرت السفارة الكويتية في بغداد تحذيرا لرعاياها الكويتيين في المدن العراقية داعية إياهم لتجنب أماكن التجمهر والطرق البرية، وذلك بعد سلسلة التظاهرات التي عمت المدن العراقية التي رافق عددا منها اقتحام منشآت حكومية ومقار حزبية. وقال السفير الكويتي في بغداد سالم الزمانان في بيان له إنه في الوقت الذي نؤكد فيه سلامة جميع المواطنين الكويتيين الزائرين للعراق فإننا ندعوهم إلى الابتعاد عن بؤر التجمهر مع تجنب الطرق البرية. ودعا الزمانان إلى ضرورة التنسيق مع السفارة في بغداد حول موضوع السفر إلى الكويت عبر الاتصال بهواتفها المفتوحة على مدار الساعة. وفي غضون ذلك قالت وكالة الأنباء الكويتية إن الرحلات الجوية إلى مطار النجف تم وقفها داعية المسافرين إلى حجز رحلاتهم للعراق على مطارات أخرى. هذا ونصحت وزارة الخارجية التركية مواطنيها في العراق بالابتعاد عن المناطق التي تشهد احتجاجات. ونقلت وكالة الأناضول عن الوزارة أنها تتابع عن كثب التظاهرات الشعبية التي بدأت في البصرة احتجاجا على الظروف المعيشية ثم امتدت إلى ميسان، ذي قار، النجف وكربلاء. وأضافت أنه من المفيد أن يبتعد مواطنون الذين يعيشون في تلك المحافظات عن مناطق الاحتجاجات ومتابعة البيانات والتحذيرات التي تصدرها الوزارة والسفارة في بغداد بشأن الوضع الأمني. وأشارت الخارجية إلى أنه بإمكان المواطنين الأتراك الاتصال بأرقام هواتف السفارة والقنصلية التركية ببغداد حال الضرورة. اتخذ رئيس الوزراء العراقي ذن حيدر العبادي سلسلة إجراءات لاحتواء أزمة التظاهرات التي اجتاحت المحافظات الجنوبية للبلاد، ووجه العبادي بحل إدارة مطار النجف الدولي، كما أصدر قرارا بإطلاق تخصيصات إلى محافظة البصرة بقيمة 3.5 تريليون دينار فورا، ووجه باستخدام التخصيصات اللازمة المعطلة لمحافظة البصرة لتحلية المياه وفك اختناقات في شبكات الكهرباء وتوفير الخدمات الصحية اللازمة، كما وجه بزيادة الإطلاقات المائية وبالأخص أنصاف محافظات البصرة وذي قار والمثنى والديوانية لوقوعها جنوب الأنهر. وعلى وزارة الموارد المائية والقيادات الأمنية بالمحافظات منع التجاوز على الحصص المائية، بالإضافة إلى توفير التخصيصات اللازمة لفك اختناقات الكهرباء للمحافظات. ووجه أيضا رئيس الوزراء بإطلاق درجات وظيفية فورية لاستيعاب العاطلين عن العمل وفق نظام عادل بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية، كما وجه بتوسيع وتسريع آفاق الاستثمار للبناء في قطاعات السكن والخدمات والمدارس. هذا وأعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق عن رصد الأجهزة الاستخباراتية لمجاميع مندسة صغيرة ومنظمة حاولت الاستفادة من التظاهر السلمي لتخريب ومهاجمة مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة، مشددا على أن القوات الأمنية ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة بحق المندسين وتلاحقهم وفق القانون. وعقد المجلس الوزاري للأمن الوطني اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لمناقشة الوضع الأمني وتداعيات ما حصل في بعض المناطق من تخريب من قبل عناصر مندسة. وذكر بيان أن المجلس يؤكد أن حماية المواطنين وممتلكات الدولة من واجب القوات الأمنية، ونهيب بالمواطنين التعاون معها من أجل كشف أي مندس والحفاظ على المنجزات المتحققة في مجال الأمن والاستقرار. لعلنا نذكر بما جاء في الخبر حول هذا الموضوع، وكالة رويترز التي نقلت عن مصادر بالمخابرات العسكرية وزارة الدفاع العراقية وضع قوات الأمن في حالة تهاب قصوى إثر التظاهرات التي اجتاحت محافظات الجنوب في العراق، وقد أرسلت تعزيزات أيضا عسكرية إلى محافظة البصرة لحفظ الأمن والنظام. وكشف أيضا قائد شرطة المحافظة اللواء الركن جاسم السعدي أن القوات التي ستصل إلى البصرة والمتمثلة بتسعة أفواج، ستة منها من فرق الرد السريع وثلاثة من جهاز مكافحة الإرهاب، ستكون طبعا مهمتها هي حماية الأهداف الحيوية في المحافظة مثل الحقول النفطية والموانئ والمنافذ أيضا الحدودية والمصارف والمؤسسات والمواقع الحيوية التي قد يؤثر استهدافها أيضا على اقتصاد العراق. إذا مشاهدينا، كما أشرنا، كان من المفترض للتعليق على هذا التأهب الأمني أن يكون معنا اللواء ثمر الحسيني قائد فرقة الرد السريع. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز.
قطع خدمة الإنترنت في العراق يشل مواقع التواصل فيها، الخدمة تعود متقطعة وشكوك حول تعمد قطع الخدمة بالتزامن مع اعتقاد جذوة التظاهرات. إذن في منحى آخر أيضا في العراق في ظل هذه التظاهرات شهدت خدمة الإنترنت قطوعات عدة على مدى الساعات الماضية بالتزامن مع دعوات لتنظيم تظاهرة أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد احتجاجا على الفساد ونقص الخدمات. وأكد مدونون وناشطون أن خدمة الإنترنت في معظم مناطق البلاد شهدت ترديا وضعفا واضحا منذ منتصف ليلة أمس لتقطع بعدها الخدمة بشكل تام. وفي صباح اليوم السبت عادت الخدمة مؤقتا لكنها عادت للانقطاع التام ظهرا من دون معرفة الأسباب. وامتدت الاحتجاجات الغاضبة والمستمرة منذ نحو أسبوع في محافظات الجنوب والفرات الأوسط امتدت إلى بغداد احتجاجا على الفساد وتردي الخدمات وانقطاع الكهرباء وأيضا شحة المياه الصالحة للشرب. وقطع العشرات من أبناء مدينة الشعلة غربي بغداد الطريق الرئيس في المدينة بعد أن أحرقوا الإطارات احتجاجا على نقص الخدمات في المدينة وتضامنا مع التظاهرات التي يشهدها عدد من محافظات الوسط والجنوب المطالبة بتوفير الخدمات وكشف الفاسدين. ويحذر مواطنون في بغداد من خروج تظاهرات شعبية جديدة احتجاجا على تدهور الخدمات واستمرار السخط الشعبي إزاء التلكؤ مقابل الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة. وتؤكد وزارة الكهرباء العراقية أنها استنفرت كوادرها لإدخال طاقات إضافية للخدمة، غير أن المواطن مطالب أيضا بترشيد الاستهلاك. خطاب عادل والتفاصيل. من البصرة والنجف إلى بغداد تنتقل الاحتجاجات الشعبية، الشعلة أولا ومن ثم الغزالية والسيدية بشعار لا حنفية ولا مطر والحصول على المياه بطريقة العصور الوسطى على حد وصفهم بعد إن اضطروا إلى حفر الآبار وسط أحياء العاصمة. البيار هاي صارت شيء طبيعي، شيء عادي عادي، صار ماي ماكو ماي ماكو، يعني بمبات وصندات ماكو يا اخي. والله ما يصير، يعني احنا 2018 العالم وين وصلت؟ مي ما عندنا بير نسحب مي، ماكو مي ماكو، باليوم لو يجي ساعه لما يجي ينقطع المي. 500 الف دينار هي كلفه اقل بئر يتم حفره، خطوه جاءت بعد الياس من معالجه ازمه مياه الاساله خصوصا مع موجه الحر الشديد، فيما تنأى دوائر الكهرباء بنفسها عن المشكله فيما يتعلق بتزويد الطاقه لمحطات التحليه. قاعد احفر والله، اي والله سوي لي وعد 550. ربما يحدث قطع شامل للطاقه الكهربائيه تتاثر بهذه المحطات، لكن هذا القطع يحدث من النادر بسبب يعني توقف المنظومة على سبيل المثال. مضخات المياه أو ما تعرف محليا بالمطورات صارت لا تجدي نفعا، وكذلك صنابير المياه المنزلية التي أصبحت خاوية تماما بسبب انقطاع المياه من المصدر المغذي، ومطالبات أهالي العاصمة بالكشف عن مشاريع المياه الوهمية. للشرقية نيوز، خطاب عادل، بغداد. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. عزيزي هم بالكلام الكل يقول بالإصلاح، يجوز بالشكل يريد يغير، بس عمليا عناصر بالجوهر ماكو تغيير. من هذا البعض؟ من يحارب الفساد في العلن يعمل به في الخفاء، رائد فهمي يكشف حقيقة حوارات التحالفات، والفاسدون يرفعون شعارات محاربة للفساد للترويج فقط.
أكد سكرتير الحزب الشيوعي والنائب رائد فهمي أن الكتل السياسية التي تتحدث عن محاربة الفساد ونبذ المحاصصة في العلن لا تلتزم بهذه العناوين عمليا. وأضاف فهمي خلال برنامج الجمهورية السادسة أن جميع الكتل تتحدث عن محاربة الفساد لدى التطرق إلى نهج الحكومة المقبلة وبرنامجها، لكن على الأرض فإن منهج الفساد والمحاصصة لا يزال قائما. اليوم بدنا نتحدث عن تشكيل حكومة وفق أسس غير الفترات السابقة. نحكي على البرنامج، ما أعطيت عامل بيخف ويا البرنامج، شو البرنامج بعدين كذا بتطلع، المهم منو رئيس الوزراء ومنو الوزراء، هيك يحشوا بعض. احنا نقول لا، اليوم البرنامج هذا وهذه المظاهرات تأكد أن هناك نهج فشل على مدى 12 سنة، وهذا البعض متمسك بالنهج السابق وبحكومة. إذا أنا أقول لك بالجوهر متمسك، يجوز بالشكل، يجوز بالشكل يريد يتغير، بس عمليا عناصر بالجوهر ماكو تغيير. منو هذا البعض؟ يعني احنا سنقول مو يسائرون. منو هذا البعض؟ مو يسائرون اللي حاورتوه عرفتوا هذا نهج طائراته. عزيزي هم بالكلام الكل يقول بالإصلاح، أنا أقول إصلاح كالتالي: دعونا نجيب التزامات، ماذا نقصد بإصلاح الدولة؟ ماذا نقصد بمحاربة الفساد؟ ماذا نقصد بحصة سلاح بيد الدولة؟ ماذا نقصد باستقلالية القرار العراقي؟ ماذا نقصد بإصلاح الاقتصاد العراقي؟ نتحول من العموميات إلى التفاصيل. وإحنا هم يقولوا دعونا، إحنا مستعدين نضع الأوراق كلها على الطاولة ونقول خلي كل الأطراف تتعاهد سلفا إنه إحنا إذا جينا بالحكومة أو بالحكومة القادمة ستلتزم في صعيد إصلاح الدولة، إنه تمشي قانون الخدمة الاتحادي، تأسس تستكمل بناء المؤسسية للدولة، المجلس الاتحادي ستقيم، ستبعد المحاصصة عن إدارات الدولة. هاي المطالب أو هاي النقاط أو هذا النهج من تفاعل وياه إلى الآن؟ الطائف الوية سائر. هسه ماكو تحالف، اي نعم، لكن اكو تفاهمات يعني اولية وتفاهمات متقدمة. جيد، هذا هل هناك غير الحكمة والوطنية تفاعل مع هذه النقاط؟ يعني انا جيد اقول بالعناوين نعم، ايه؟ بس بالتفاصيل خلينا نتحدث عن التفاصيل. شنو رأيك بالمعارضة؟ مو الافضل معارضة والحكومة جاية الله يساعدها بظل هالشارع هذا الهايج؟ بالنسبة اولا انك كحزب وحتى كسائرون اقدر اتحدث بهالشيء، انه اذا هذه الحكومة ما قدرت ان تكون تمتلك المواصفات الضرورية لإجراء لاتباع نهج آخر فالمعارضة أفضل. ينضم إلينا سيد أحمد الجبوري النائب السابق عن نينوى، وأهلا بك سيد أحمد. دعنا نبدأ ربما بما جاء في هذا الخبر الأخير، يعني سكرتير الحزب الشيوعي والنائب عن سيرون رائد فهمي الذي يصرح أن الكتل السياسية التي تتحدث عن محاربة الفساد ونبذ المحاصصة في العلن لا تلتزم بهذه العناوين عمليا، يعني هل من تعليق حول هذا التصريح؟ وربما نينوى نموذج جيد يعني لهذا الكلام. شكرا لكم، تحية لجميع المشاهدين الكرام. يعني بالتأكيد اليوم المظاهرات التي تجري هي ليست بعيدة عن التحالفات نحو تشكيل الحكومة المقبلة، وبالتالي نعم أنا أؤيد ما ذهب إليه السيد رائد فهمي. لا يوجد هناك كلام عن برنامج و معالجة مشاكل الدولة وإدارتها، وإنما ينصب الكلام حول المواقع والمناصب وكيفية تقاسمها بين الكتل، وهذا الأمر يعني للأسف موجود طيلة الفترة السابقة. ولذلك نحن نعتقد أن اليوم في ظل اتساع التظاهرات فهناك فرصة لتصحيح المسار القادم باتجاه تشكيل الحكومة إذا ما استمرت هذه الجماهير بالضغط على الطبقة السياسية لتصحيح مسارها في بناء الدولة والذهاب إلى تشكيل حكومة لربما تستطيع أن تعالج المشاكل والأزمات التي أصبحت نهجا دائما في الدولة العراقية. في نينوى كما يعلم ويعلم الجميع هناك يعني عديد من القوى الفائزة في محافظة نينوى، ولكن هي بالتالي أيضا تحاول يعني أن تبحث لها عن موقع أو منصب ضمن تشكيل الحكومة المقبلة، وهذا بالتأكيد سوف يعني يعرض محافظة نينوى يعني إلى عدم وجود تمثيل حقيقي لها في الحكومة المقبلة أو
عدم وجود برنامج للإعمار والاستقرار، لا سيما أنها من أكثر المحافظات المتضررة والتي يعني ألم بها يعني الحرب وإفرازات داعش في المرحلة السابقة. لذلك للأسف الشديد الكتل والقوى السياسية لم تجتمع على برنامج، وإنما اجتماعاتها وتحالفاتها هو ينصب على آلية تقاسم السلطة فيما بينها. نعم. طيب، بما ان نينوى هي واحده من المحافظات التي سجلت اعلى يعني مستوى في الفساد دون منافس، هل تتوقعون او تدفعون لخروج تظاهرات في نينوى؟ يعني كما تعلمين سيدتي الفاضله، المناطق المحرره ربما عليها يعني لها معاناة أكثر من المحافظات الجنوبية على مستوى الخدمات والجانب الإنساني والتجاوزات، لكنها لا تستطيع الخروج بمظاهرات، لأنها بالتأكيد سوف تقمع هذه المظاهرات، وربما يتهم من ينظم هذه المظاهرات بأنه لديه ميول داعشية. هذا الأمر واضح و يعني للجميع. لذلك نينوى وربما الأنبار وصلاح الدين وكثير من المحافظات تعاني أيضا مثل ما تعاني البصرة وذي قار وميسان وبقية المحافظات، لكنها لا تستطيع أن تخرج بمظاهرات بسبب هذا الوضع وهذا السبب. طيب، ما تقييمكم ربما لآخر إجراءات تم اتخاذها من قبل رئيس الوزراء حيال هذه التظاهرات وهذه الحشود التي خرجت؟ يعني علينا أن نقيم بأن الحكومة المركزية كانت معالجتها لما جرى في محافظة نينوى والمناطق المحررة بشكل بطيء. الحكومة لحد الآن لم تقم بخطة إعمار واضحة، ولم توفر الأموال اللازمة، وكذلك هي لم تقوم بجرد أعداد الشهداء الذين سقطوا أثناء عمليات التحرير، لا بل أنها لم تقم بصرف رواتب الموظفين الذين يعني متوقفة منذ أكثر من 4 سنوات، وهؤلاء هم شهداء سواء على أيدي عصابات داعش أو أثناء عمليات التحرير، فعوائلهم اليوم بدون رواتب. ناهيك عن مشاكل كثيرة في محافظة نينوى، وكذلك قيام بعض الجهات بالاستيلاء والاستحواذ على المواقع المهمة في نينوى كالأراضي التجارية وساحة وقوف السيارات والدخول في المناقصات. ويعني أخبرنا الحكومة المركزية والسيد رئيس الوزراء بأن هناك تجاوزات، وكذلك أيضا في موضوع المعتقلين الذين الآن بدأت أعدادهم تتجاوز يعني أكثر من 14,000 معتقل، نصف هؤلاء هم تم اعتقالهم بسبب الأسماء المتشابهة أو بسبب البيانات القديمة التي كانت ترفعها القوات الأمنية قبل دخول داعش. وأيضا لم يعالج هذا الملف لحد هذه اللحظة، لا يوجد هناك قضاة بالعدد الكافي الذين يقومون بإنجاز وحسم القضايا، إضافة إلى وجود معاناة كبيرة في الوصول إلى هؤلاء المعتقلين من قبل ذويهم. لدينا مشاكل كبيرة في محافظة نينوى، وبالتأكيد الحكومة المركزية يعني لم تكن بالمستوى المطلوب تجاه محافظة نينوى، لكن أهل نينوى لا يستطيعون الخروج بمظاهرات، ف لربما سوف يتهمون بأنهم يعني هم يتبعون لداعش أو ما شابه ذلك. ولكن يعني هذا لا يكفي سيد أحمد، يعني فقط تخوف من هذه الاتهامات. المحافظات الجنوبية اليوم كلها منتفضة، والمحافظات المنكوبة هي أولى بهذه الانتفاضة. أليس أيمن الموصل ويعني وأنت تعلم ما تعانيه الجثث لحد هذا اليوم، نتحدث على يعني عن مرور سنة على تحرير ولحد اليوم هناك جثث في الموصل، أليس أيمن الموصل أولى بالانتفاضة؟
نعم بالتأكيد، يعني المنطقة القديمة لا يزال هناك مئات الجثث تحت الأنقاض من المدنيين الذين سقطت عليهم منازلهم، ويعني الدفاع المدني البارحة قام بإخلاء 10 جثث البارحة، والبحث مستمر، وكما تعلمون مر على التحرير أكثر من عام. نعم هناك يعني معاناة كبيرة وتستلزم مظاهرات، لكن الحكومة تعلم جيدا بما يحتاجه أهل نينوى، ولربما إذا ما استمرت المظاهرات في المحافظات الجنوبية فقطعا ربما سيكون هناك مظاهرات من نوع خاص. كما تعلمين سيدتي الفاضلة هناك مشاكل عديدة، يعني ربما نحن نتكلم عن أكثر من 40,000 موظف لحد هذه اللحظة لم يستلموا رواتبهم للسنوات السابقة، وقسم من هؤلاء، قسم كبير منهم، رواتبهم متوقفة على التصريح الأمني، ونحن نتكلم عن أكثر من 15,000 مفصول من الأجهزة الأمنية من الجيش والشلطة، وطالبوا مرارا وتكرارا بإعادتهم، لكن الحكومة يعني لا تنصت إليهم. ولذلك أنا أعتقد ربما إذا استمرت المظاهرات في المحافظات الوسطى والجنوبية فسوف تنضم لها يعني التظاهرات في نينوى وربما في محافظات أخرى. تتوقعون إذن خروج مظاهرات؟ نعم نعم، فهمت من كلامك أنكم تنتظرون أو تتوقعون ربما خروج مظاهرات في نينوى. يعني أنت تقول أنك لا تشجع صراحة الخروج الآن لأن الوضع الأمني لا يسمح في نينوى وغيرها من المحافظات، وأن هذا سيؤدي إلى اتهامات بأنهم إرهاب وما إلى ذلك، أليس كذلك؟ نعم بالتأكيد، نحن نقول بأن الوضع الأمني لا يزال غير مستقر إضافة إلى هذه الأسباب التي ذكرتها، لكن هذا لا يمنع من أن يعني التظاهر هو حق دستوري للجميع إذا ما كان في يعني شروطه وكان يلتزم بالضوابط وعدم التجاوز على الممتلكات الخاصة والعامة والتقيد ب يعني آلية التظاهر، ومن أجل إيصال صوت الشعب إلى الحكومة بشكل واضح. يعني يعلم الجميع اليوم الحكومة تدير البلاد بدون برلمان، وبالتالي هي المسؤولة بشكل كامل عن مجريات الأمور. لذلك أنا أعتقد أن المشكلة هي تراكمية، وهناك رواسب كبيرة لإدارة الدولة الخاطئة في المرحلة السابقة في جميع المراحل، ولذلك التظاهرات ربما تستمر لحد تشكيل الحكومة التي نتمنى أن تكون حكومة مهنية بعيدة عن المحاصصة، تقدم الأكفاء من الشخصيات الذين يستلمون المواقع، كذلك آخذين يعني بنظر الاعتبار إزالة كل الفاسدين والفاشلين في مواقع الدولة، وهم كثر في مختلف مفاصل الدولة الذين هم الآن في يعني هذه المواقع، ويتحملون بشكل كبير النقص في الخدمات التي يعاني منها الشعب العراقي. يعني هذه هي الحلول، أما الحلول الترقيعية بالوعود فأعتقد بأن الشعب بات واعياً ومدركاً بأن يجب أن يكون هناك تصحيح، ويجب أن يكون هناك إسراع، ويجب أن يكون هناك جدية من قبل الحكومة في معالجة مشاكل المواطنين على مستوى الخدمات وعلى كافة المستويات. شكرا لك النائب السابق عن نينوى السيد أحمد دجبوري. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. العبادي يتخذ سلسلة إجراءات فورية لاحتواء التظاهرات، أهمها حل إدارة مطار النجف وإطلاق التخصيصات للبصرة وزيادة الإطلاقات المائية في البصرة ديقار المثنى والديوانية. العالم مشغول بالساحرة المستديرة النهائي كرواتي فرنسي، وبلجيكا تحرز المركز الثالث بفوزها على إنجلترا بهدفين دون رد.
إلى صلاح الدين والملف الأمني، إذ هاجم تنظيم داعش نقطة عسكرية مخصصة لحماية منزل النائب الأول لمحافظ صلاح الدين، ما أسفر عن استشهاد عسكري وإصابة 2 آخرين بجروح. وأكد مصدر أمني أن عناصر من داعش هاجموا نقطة عسكرية تابعة لمنزل النائب الأول لمحافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب في منطقة العذية شمال الإسحاقي، مدى لاستشهاد عسكري وإصابة 2. وذكر المصدر بأن مسلحي داعش استخدموا في هجومهم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، لكن النقطة العسكرية الموجودة في المكان اشتبكت معهم وتمكنت من صد الهجوم. تحول نهر خريسان الذي يمر وسط قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى إلى مكب للنفايات والحيوانات النافقة، الأمر الذي تسبب بزيادة نسبة التلوث فيه إلى 30%، بالإضافة إلى تفشي الأمراض بين السكان. ويحذر مواطنون من زيادة نسب التلوث في النهر بسبب إهماله، إلا أن دائرة الموارد المائية في المحافظة ألقت باللائمة على المواطنين لرميهم النفايات في النهر. ناهد الزيد والتفاصيل. نهر خريسان الذي يمر وسط قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى أصبح مكبا للنفايات والحيوانات النافقة، وتسبب بتلوث بيئي وتفشي للأمراض. هذا النهر يعد شريان الحياة لأهالي القضاء، حيث يعتمدون عليه في مياه الشرب والسقي، لكن خطورته أصبحت كبيرة بعد ارتفاع نسبة التلوث فيه إلى 30%، وهي في تزايد. كثير من الأوساخ وكثيرا من المقربات وكثير من الحيوانات منها، حتى هذا الفيديو يشهد هنا الخنزير وحيوانات لا نعرف مصدرها تجم تطوف في هذا، كذلك الأبقار. مي العالم تشرب منه، هو العالم تمرضت منه، فهاي بالنسبة لخريسان توجهت التقاطع مال قطرة مال جسر قطرة خلي باشا دامت تقدس أوساخ هواية، فمرتين ثلاث مرات احنا فتحناك وشباب ننطق من هاي نفتحها. دائرة الموارد المائية ألقت باللائمة على المواطنين لرميهم النفايات في النهر، وحملت بعض الدوائر الخدمية الأخرى جزءا من المسؤولية، وأكدت أنها تقوم بكريه بشكل شبه يومي. وكلها الناس الذبي من أدغال وغيرها زين، فصاير كأنما ولو ما سنحتيها كأنما حاوية. التلوث صار كله من صوص المواطن. انا ما اذب كل شيء على المواطن، انا مو كل اذب على المواطن، وانما يفترض باقي الدوائر ان تتعاوننا مثل البلديه البيئه وكذلك دائره الماء المجاري، توفر مجاري للناس، توفر هذه حتى يذب مجاريهم على الجدول ويتلوث. ويغذي نهر خريسان أكثر من 60,000 دونم من الأراضي الزراعية والبساتين، وما يقرب من 400,000 نسمة من سكان بعقوبة. للشرقية نيوز نهضة الزيدي، محافظة ديالى. يريد المصور الأمريكي بريان ماكيرتي أن يري الناس فظائع الحرب لكن بعيون الأطفال. وقد نفذ ماكيرتي أحدث أعماله في الموصل، ويقول العاملون في مجال الخدمة الاجتماعية إن الأطفال الذين شهدوا العنف سيعانون من الصدمة لسنوات. المزيد في هذا التقرير. المصور الأمريكي براين ماكيرتي يلتقط فظائع الحرب في عيون الأطفال باللعب والقصص المؤثرة. لا يصور بقع الدم أو أشلاء جثث، بل دمى وردية ودبابات زرقاء، ويعرض صوراً لطائر من إحدى ألعاب الفيديو يمثل القنابل التي تسقط من السماء. وفي المدينة القديمة بالموصل نفذ ماكيرتي أحدث أعماله، مستغلاً رسومات الأطفال واللقاءات معهم لتصوير رواياتهم باستخدام اللعب، واصفاً إياها الحقيقة مع جرعة من السكر. أستغل رواية قصصهم وعرضها على مشاهدين ما كان يمكن أن يروا ذلك في الظروف العادية، ومواطن القوة هنا هي براءة الأطفال في السرد، وذلك سيمس الناس وخاصة الجمهور الغربي. ويرسم الأطفال الفزع والفقد والخسارة والضرر الذي عانوا منه، وغالبا ما يتم عرض رواياتهم برموز يعيد ماكيرتي تجسيدها على شكل لعب. والعالم طلعت أم قالت تقعدين أنت وأختك وروحين نادلهم تان نطلع. تقعدنا أنا وأختي طلعنا من فرعنا وكان نشوف جثة داعشين مقصوصة بطنه
هذا الباقي من وين رايح وجي ملقحة يمه الجسم مكسور ما عبرناه بالقوة عاد عبرناه عاد ظل دخان أخاف. ويقول ماكارتي إن عملية تحويل الرسومات إلى صورة ذهنية مرئية يستغرق أياماً، فعندما يقع اختياره على صورة ويجد اللعبة التي ستجسدها يبدأ العمل على الأرض، وهو ما عرضه في بعض الأحيان للخطر. أعددت هذا التشكيل بكامله في المدينة القديمة حيث رائحة الموت في كل مكان. عندما انتهينا أدركنا أن هناك رأساً وجثة على مسافة متر واحد. صورت هذه اللعبة بجوار جثة أحد مقاتلي داعش. ما زالت الأنقاض هناك وما زالت الجثث موجودة، وهذه هي الحقيقة الغريبة والعجيبة. وبدأ ماكارتي عمله عام 1996 في كرواتيا، وأخذه بعد ذلك إلى غزة ولبنان والعراق، حيث تناول المشروع من منظور أكاديمي وفني للغاية. لكن كل ذلك تبدد عندما رأى لأول مرة طفلة تلون برك الدم في مناطق الحرب مثل الموصل. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. إلى بعض الرياضة، حيث حسمت بلجيكا المركز الثالث في كأس العالم لكرة القدم بعد الفوز بهدفين نظيفين على إنجلترا. وافتتح توماس مونيه الثنائية في الدقيقة الرابعة قبل أن يضاعف إيدن هازارد النتيجة في الدقيقة 82 ليقود بلجيكا للمركز الثالث، وهو أفضل مراكزها التي حلت رابعة في نسخة 86 في المكسيك. وكانت إنجلترا قريبة من إدراك التعادل عندما سدد إيريك داير نحو المرمى من مدى قريب لتتجاوز الكرة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، لكن توبي ألدرفيلد أبعد الكرة من على خط المرمى. وتلتقي فرنسا مع كرواتيا في النهائي غدا الأحد في ملعب لوجينكي في موسكو. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. أيضا مشاهدينا، نعود من جديد ونذكركم بواحد من أبرز الأخبار التي عرضناها في حصاد الليلة، إذ اتخذ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سلسلة إجراءات لاحتواء أزمة التظاهرات التي اجتاحت المحافظات الجنوبية. وجه العبادي بحل إدارة مطار النجف الدولي، كما أصدر قرارا بإطلاق تخصيصات في محافظة البصرة بقيمة 3,500,000,000 دينار فورا. ووجه باستخدام التخصيصات اللازمة المعطلة لمحافظة البصرة لتحلية المياه وفك اختناقات في شبكات الكهرباء وتوفير الخدمات الصحية. كما وجه بزيادة الإطلاقات المائية وبالأخص إنصاف محافظات البصرة ذي قار المثنى الديوانية لوقوعها جنوب الأنهر، وعلى وزارة الموارد المائية والقيادات الأمنية بالمحافظات منع التجاوز على الحصص المائية، بالإضافة لتوفير التخصيصات اللازمة لفك اختناقات الكهرباء للمحافظات. وجه رئيس الوزراء بإطلاق درجات وظيفية فورية لاستيعاب العاطلين عن العمل وفق نظام عادل بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية، كما وجه بتوسيع وتسريع آفاق الاستثمار للبناء في قطاعات السكن والخدمات وكذلك المدارس. بهذا شيرين نختم حصادنا لهذه الليلة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. شكرا لكل من تابعنا، إلى اللقاء.